السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة مع بعض إن شاء الله شيت 4 الباوندر لاير سيوري. دراستنا في الباوندر لاير هتبقى على فلاب بليت، تمام؟ فأول حاجة طبعا نبقى عارفينها إن الفلاب بليت ده في حالة لما الريندوس نمبر بيبقى أقل من 5 × 10^5، وفي التربلنت أكبر من 5 × 10^5. طيب إيه هي الباوندر لاير سيوري ديت؟ الباوندر لاير ديت تعريفها بالعربي هي الطبقة الجدارية، تمام؟ كنا اتفقنا قبل كده إن الفلويد لما بيمشي على سطح الجزيئات الملتصقة بالسطح دي بتاخد نفس سرعة السطح الملاصق ليها. فأنت لو عندك فلويد ماشي بالشكل ده بسرعة يو كابيتال، ومشي على فلاب بليت بالشكل ده، البارتيكلز اللي جنب الفلاب بليت هتاخد سرعته اللي هو بصفر، وتبدأ تزيد تدريجي لحد ما تتغلب، هي دلوقتي بتتغلب على قوة الزوجة الفيسكوستي لحد ما ترجع لأصلها اليو كابيتال. قالك المنطقة اللي بتتغلب منها دي من أول الصفر، من أول ما تاخد سرعتها صفر لحد ما توصل تقريبا 99% من السرعة الأصلية بتاعت الفلويد، سموها الطبقة الجدارية الباوندري لاير سيكنس، تمام؟ وطبعا الباوندري لاير سيكنس دي كل ما اخش جوه، يعني افترضنا ان ده بليت الرأسي واي والافقي اكس، كل ما اخش في اتجاه الاكس كل ما السيكنس بتاع الباوندري لاير يزيد معايا، لان تأثير الفيسكوستي بيزيد. فكده ايه تعريف الباوندري لاير سيكنس؟ الباوندري لاير سيكنس it can be defined as height from the surface of the plate till the velocity reaches 99% of the uniform velocity. يبقى من اول سطح البليت اللي السرعه فيها هتبقى بصفر لحد ما اوصل ل 99% من السرعه الاصليه بتاعت الفلويد، دي اسمها الباوندري لاير سيكنس. واتفقنا ان هي بتبقى فانكشن في الاكس، تمام؟ كل ما امشي في الاكس ديت كل ما الباوندري لاير ديت بتزيد معايا، جميل؟ طيب يبقى كده اول تعريف عندي خلاص فهمناه، هو الباوندري لاير سيكنس، وعرفنا ايه هو وان هو بيزيد مع زياده الاكس. تاني تعريف عندي اسمها الديسبيسمنت سيكنس. الديسبيسمنت سيكنس دي عباره عن ايه؟ بيقول لك يا تقريبا هايت تخيلي، يعني حاجه تخيليه imaginary height by which velocity profile can be replaced to uniform profile. يعني انت عندك البروفايل بتاعك الطبيعي اللي هو ده البروفايل الطبيعي، بيقول لك لو انا استبدلت البروفايل الطبيعي ده بروفايل يونيفورم، الهايت الزياده اللي انا هضيفه ده اسمه ايه؟ سماه الديسبيسمنت سيكنس، رمزها بالدلتا ستار. قانون الديسبيسمنت سيكنس اللي هي الدلتا ستار تكامل من صفر لحد الدلتا، صفر اللي هو اول بليت الدلتا لحد نهايه الباوندر لاير سيكنس، فواحد ناقص اليو على اليو انفينيتي في الدي يو. اليو ديت اللي هي سرعه الفلو عند بوزيشن معين، واليو انفينيتي اللي هي السرعه الخارجيه بعد ما يخرج من الباوندر لاير سيكنس، تمام؟ وهي بتعبر عن اللوس في الماس فلو ريت. الدلتا ستار دي اللي هي المومنتم سيكنس بتعبر عن كميه اللوس اللي حصلت في الباس فلو ريت. ما انت عندك، انت من كنت ماشي الفلويد بسرعه يو انفينيتي بفلو ريت معين، فجاه قابله عائق اللي هو الفلاب بليت، فاثر على الفلو ريت، فاثر على الفلو ريت اللي ماشي، فمقدار الفقد اللي حصل ده هو بيعبر عنه بالديسبيسمنت سيكنس. يبقى هي imaginary height by which velocity profile can be replaced into uniform profile، وبتعبر عن اللوس في الماس فلو ريت، وده القانون ايه بتاعها. ده كده تاني تعريف عندنا. تالت تعريف عندنا المومنتم سيكنس، نفس تعريف الديسبيسمنت سيكنس، بس ده بيعبر عن ايه؟ اللص في المومنتم، اللص اللي حصل في المومنتم، وقانونه تكامل من صفر للدلتا يو على يو انفينيتي في واحد ناقص اليو على يو انفينيتي في الدي يو. جنرالي دايما الباوندري لاير سيكنس بتبقى اكبر من الديسبيسمنت سيكنس، بتبقى اكبر من المومنتم سيكنس، تمام؟ طبعا نفتكر من القوانين القديمه الشير ستريس، كنا عارفين قانونه في اللامينر اللي هو الميو دي وباي دي واي، بيتحل عادي زي ما كنا بنحله، تمام؟ عشان احتاجه برضه في اثباتات الايه المسائل. طيب بيقول لي ايه من اهداف دراسه الباوندر لاير سيكنس؟ حساب الدراج اللي هو الدراج فورس. احنا عارفين ان الدراج فورس هو تكامل الشير على الاريا، ده البيزك لو بتاعه اللي هو البريشر بيساوي الفورس على الاريا، ما الستريس ده بريشر. فانا لو عايز احسب الدراج فورس هيبقى تكامل الشير ستريس ده على الاريا كلها، جميل؟ طيب نرجع للبي دي اف تاني. يبقى احنا خلاص عرفنا الديسبيسمنت سيكنس وعرفنا المومنتم سيكنس، تمام؟ في حاجه عندي اسمها الانرجي سيكنس، ده ممكن برضو يتطلب في المسائل. انرجي سيكنس اللي هي الدلتا اي. ايه هو الانرجي سيكنس؟ هو vertical distance should be added to compensate، تعوض يعني الريدكشن ان كينيتيك انرجي. يبقى الانرجي لوس، يبقى الانرجي سيكنس ديت هي عباره عن اللوس في الكينيتيك انرجي. يبقى انا عندي ثلاث مسميات نركز بينهم، الديسبيسمنت سيكنس دي بتعبر عن اللوس في الفلوريت، تمام؟ والمومنتم سيكنس بتعبر عن اللوس في المومنت،
والانرجي سيكنس بتعبر عن اللوس في الكاينيتيك انرجي. قانونها ايه؟ الدلتا اي بتساوي تكامل من صفر لحد الدلتا يو على اليو في واحد ناقص اليو سكوير على اليو كابيتال سكوير دي يو. اليو اللي في المقام دي اليو كابيتال، اليو انفينيتي اللي هو سرعة البليت، سرعة الهواء بره الباوندري لير سيكنس. طيب انا بدرس الكلام ده كله ليه؟ انا بدرس الكلام ده كله عشان احسب السيكنس بتاع الباوندري لير سيكنس. ما عندي بالباوندري لير سيكنس ديت بتأثر لي على الفلو اللي ماشي، فانا عايز اشوف السيكنس بتاعها قد ايه عشان اشوف تأثيرها وابدأ احسبه. تمام، بيبقى عندي طريقتين للحل او تو ويز للحل، لو الفلو ده لامينر ولو الفلو ده تربلنت. ادي لو الفلو ده، لو الفلو ده لامينر بيبقى عندي طريقتين للحل، اكزاكت سوليوشن وابروكسيميت سوليوشن. اما لو تربلنت بحل بالابروكسيميت بس، ما اعرفش اعمل له اكزاكت، بيبقى صعب جدا في حوار الاكزاكت. طيب ناخد واحد واحد. اللامينر عندي الاكزاكت سوليوشن، سموا اللامينر اكزاكت سوليوشن اسمه البلاوزيس سوليوشن. البلاوزيس سوليوشن ديت الجنرال ايكويشن بتاعته 2 اف تريبل داش زائد الاف في الاف دبل داش بتساوي صفر. الاكزاكت سوليوشن ديت ليها اثبات. تمام، بناخد المعادله ديت ونبدا نحللها وهكذا ونطبق في القوانين لحد ما نوصل للقوانين النهائيه دي. فالاثباتات ديت مش عليكم، يعني الاثباتات بتاعت الاكزاكت سوليوشن انت بس مطالب ان تعرف ان الاكزاكت سوليوشن اللي هو البلاوزيس سوليوشن ودي المعادله الجنرال بتاعته. تمام، وتحفظ القوانين النهائيه بتاعته اللي احنا هنقولها دلوقتي. اما في الابروكسيميت سوليوشن في اللامينر والتربرنت هنشوف بيتحل ازاي دلوقتي. طيب نشوف الاول الاكزاكت. قلنا الاكزاكت سوليوشن هو عندي البلاوزيس سوليوشن اللي هي دي العلاقه الجنرال بتاعته. بعد ما بخلص الاثبات ديت بيطلع لي في الاخر ان الباوندري لير سيكنس قانونها 5 في اكس على جذر رينولدز نمبر عند الاكس، والديسبيسمنت سيكنس بتساوي 1.721 في الاكس على جذر رينولدز نمبر عند الاكس، والمومنتم سيكنس بتساوي 0.664 في الاكس على جذر رينولدز نمبر عند الاكس، والتاو اللي هو الشير ستريس يعني عند الول صفر علامة او عند البليت يعني صفر علامة 3.32 في اليو اس 3/2 في جذر الرو في الميو على الاكس. القوانين ديت نحفظها. وطبعا السي اف ده اللي هو السي اف ده اللي هو اللوكال كوفيشنت اوف الدراج. تمام، بيساوي 0.664 على جذر الريننس نمبر عند الاكس، وال السي دي ده اللي هو الكوفيشنت اوف الدراج او الدراج كوفيشنت بيساوي 1.328 على جذر الريننس نمبر عند ال. الريننس نمبر عند الاكس ده اللي هو عند بوينت معينه، مثلا هو يقول لك احسب لي عند الاكس ب 2 متر ب 20 سنتي ايا يكن الرقم، بتحسب عند اكس معينه. اما ال ده على طول البليت بالكامل، البليت ده طوله مثلا 100 متر مثلا يبقى على الطول الكلي. ده كده حل الباوندري لير سوليوشن في حاله اللامينر عن طريق الاكزاكت سوليوشن. طيب تعالوا نشوف بقى الابروكسيميت سوليوشن في اللامينر والتربرنت بيبقى عامل ازاي. تمام، هنبص كده على البي اف ده. قلنا ان انا عندي وات الدراج دي تو فريكشن، بيبقى عندي في حاله اللامينر اكزاكت سوليوشن. تمام، او الابروكسيميت سوليوشن في حاله التربرنت ابروكسيميت سوليوشن بس. خلاص، في حاله اللامينر يبقى انا عندي البلاوز سوليوشن، ودي الاسامبشن بتاعته ان هي لامينر باوند لير 2 دي ستيدي انكمبريسبل. يطلع لي المعادلات اللي احنا قلنا خلاص هنحفظها، مش اثباتها مش علينا، باوند لير سيكنس والديسبيسمنت سيكنس والمومنتم سيكنس واللوكال فريكشن كوفيشنت والدراج كوفيشنت على البليت كله. تمام، طيب عندي بقى الابروكسيميت سوليوشن. بقى الابروكسيميت سوليوشن عندي مره في اللامينر ومره في التربنت، بيبدا يديني حاجه اسمها الفيلوسيتي بروفايل. الفيلوسيتي بروفايل اللي هو بيبقى مرسوم على البليت. تمام، في حاله اللامينر باوندر لير بيبقى عندي كذا فيلوسيتي بروفايل، ممكن يبقى مثلا حاجه من الثلاثه دول ممكن يديني واحد تاني خالص عادي. ببدا اخد الفيلوسيتي بروفايل دول وابدا اشتغل عن طريق التكاملات واطلع القوانين اللي تحت ديت كلها. تمام، اما التربلنت باوند لير بيبقى هو فيلوسيتي بروفايل واحد، وده بيبقى اس ان، لان ده ممكن يبقى ربع سبع على حسب بقى، بتغير بنفس الطريقه بنجيب ايه باقي التكاملات. طيب تعالوا نشوف كده. نشوف اول حاجه عندي اللامينر باوند لير ابروكسيميت سوليوشن. تمام، هو قال لي ان انا عندي الفيلوسيتي بروفايل اللي مديهولي 2 في اليو على الدلتا ناقص الواي على الدلتا ناقص الواي على الدلتا كل سكوير. تمام، ده كده احنا بنحل، هنحل الباوند لير سوليوشن في حاله اللامينر عن طريق الابروكسيميت سوليوشن. لازم يديني الفيلوسيتي بروفايل جيفن. طيب نشوف بقى نبدا نعمل ايه. ببدا اقول له اسيوم ان الواي على الدلتا بتساوي الايتا. الايتا ده اي رمز، يعني رمز عادي، بقلل الرموز اللي عندي. يعني عندي ان الفيلوسيتي بروفايل اليو سمول على اليو كابيتال بتساوي اليو كابيتال اللي هي اليو انفينيتي يعني بتساوي 2 في الايتا ناقص الايتا سكوير.
طيب هو كان عايز ايه في المسألة؟ كان عايز نحسب الشير ستريس والباوند ريلير سيكنس وال لا اول حاجة الباوند ريلير سيكنس، تاني حاجة الشير ستريس، تاني حاجة اللوكال كوفيشنت اوف الدراج اللي هو السي اف، تالت حاجة الكوفيشنت اوف دراج اللي هو السي دي او الدراج كوفيشنت. تمام، طيب نمشي مع واحدة واحدة كده. انا عايز احسب الباوندري لاير 6، تمام كده. اول حاجه عندي الشير ستريس، الشير ستريس ده احنا اتفقنا ان هو الميو دي يو باي دي واي، تمام، عند الواي بتساوي صفر، اللي هو عند الرول عند البليت عند الواي بتساوي صفر. جميل، يبقى انا هاخد اليو ديت واكملها بالنسبه للواي، تمام، واطلع المعادله منها. بس احنا اتفقنا بس ان الواي على الدلتا بتساوي الايتا. طيب تمام، احنا قلنا ايه؟ ان التاو دبليو بتساوي الميو في الدي يو باي دي واي عند الواي بتساوي الصفر. بس انا ما عنديش اليو بالنسبه للواي، انا عندي يو على اليو كابيتال. خلاص مفيش مشكله، هضرب اضرب في يو كابيتال واقسم على يو كابيتال، يبقى يو على اليو كابيتال واخرج اليو كابيتال بره. طب كذلك الواي، انا ما عنديش الواي، عند الواي على الدلتا، يا خلاص يبقى خليها واي على الدلتا واخرج على الدلتا بره. تمام، يبقى عندي الميو في اليو كابيتال على الدلتا في بارشال اليو على اليو كابيتال بالنسبه لبارشال اليو على الايه، على الدلتا. احنا سمينا الواي على الدلتا، قصدي سمينا الواي على الدلتا بالايتا، يبقى انا هكامل اليو على اليو كابيتال اللي هي دي كلها بالنسبه لايتا، اللي هي المعادله اللي احنا جبناها هنا ايه دي. تمام، يبقى انا يبقى في الاخر ايه، الميو في اليو كابيتال على الدلتا في تكامل المقدار ده كله بالنسبه للايتا، هنشيل ده ونحطها ايه بالنسبه للايتا. طيب تعالى نكمل على طول، هو حطها هو توت 2 ايتا ناقص ايتا سكوير بالنسبه لايتا. لما تكمل، لما تفضل المقدار ده بالنسبه لايتا، انا هتبقى انها اكس، يعني 2 اكس ناقص اكس سكوير، هنفضل المقدار ده كله بالنسبه لاكس، تطلع 2 ناقص 2 اكس، يبقى تطلع في الاخر 2 ناقص 2 ايتا مضروبه في المقدار ده كله. ونزلنا تحت كده اهي، بعد ما يفاضل ميو في اليو كابيتال على الدلتا مضروبه في الاثنين ناقص الاثنين ايتا عند الايتا بصفر. لما اعوض عن الايتا بصفر الاثنين ايتا دي تتشال، يبقى قال 2 ميو يو على الدلتا. يبقى الشير ستريس من القانون اللي انا اعرفه ده طلع في الاخر الاثنين في الميو في اليو على الدلتا. طيب عندي قانون تاني بقى للشير ستريس، ده الجديد معايا، اسمه الفون كارمن ايكويشن. تمام، عشان اجيب الباوند ريلير سيكنس بجيب قانونين للشير ستريس، الشير ستريس اللي انا عارفه اللي هو الميو في الدي يو باي دي واي عند الواي بصفر، والشير ستريس بتاع فون كارمن ايكويشن، واساويهم ببعض يروح مطلع لي الدلتا اللي هي الباوند ريلير سيكنس اللي هو اول مطلوب عندي. تمام، يبقى احنا عندنا اول قانون حفظ الفيلوسيتي بروفايل ده بيبقى جيفن، اول قانون حفظ اللي هو التاو الميو دي يو باي دي واي عند الواي بصفر. بعد كده الفون كارمن ايكويشن ده برضو محفوظه، الرو في اليو سكوير في الدي باوند ريلير سيكنس باي دي اكس تكامل من صفر ل اليو على اليو كابيتال في واحد ناقص اليو على اليو كابيتال دي ايتا. جميل، طيب نبدا نطبق بقى التاو الشير ستريس على الفون كارمن ايكويشن. تمام، هنشيل المعادله ديت ونحط المعادله الرئيسيه. من عندي اليو على اليو كابيتال بتساوي 2 ايتا ناقص ايتا سكوير، هشيل اليو على اليو كابيتال واحط 2 ايتا ناقص ايتا سكوير، واشيل اليو على اليو كابيتال اللي هو برضه احطها 2 ايتا ناقص ايتا سكوير، بس ناقص في ناقص هتبقى زائد. تمام، وابدا اضرب ده كله في بعض ويطلع لي المقدار ده كله، وابدا اكمله بالنسبه لايتا من صفر لواحد. تمام، من صفر لواحد، دي مش ال دي واحد، معلش، من صفر لواحد هبدأ أكمل المقدار ده كله. 2 ايتا تبقى ايتا سكوير، 4 ايتا سكوير تبقى 5 على 3 ايتا كعيب. هتكمل بهذا النظام لحد ما تكمل المقدار كله، يطلع معاك الايتا سكوير في 5 على 3 ناقص 5 على 3 ايتا تكعيب، وهكذا إلى آخره. بتعوض الباوندري كونديشن بتاعتك من صفر لواحد. تمام، هتعوض تعوض بالمقدار ده، يطلع 1 ناقص 5 على 3 زائد الواحد ناقص الخمس. بعد ما تعوض المقدار ده كله هيطلع عندك الليفت هاند سايد الرو في اليو سكوير في الدي دلتا على الدي اكس في المقدار ده اللي هو 2 على 15. تمام، يبقى احنا قلنا بنعمل ايه عشان احسب الباوند ريلير سيكنس؟ بيبقى عندي قانونين، قانون الشير ستريس اللي انا عارفه اللي هو الميو دي يو باي دي واي عند الواي بتساوي صفر، وقانون الشير ستريس الجديد اللي هو الفون كارمن ايكويشن. هبدا احسب ده لوحده وده لوحده واساوي الاثنين ببعض. اما حسبت الاولاني لوحده طلع ب 2 ميو يو على الدلتا، اما حسبت التاني لوحده تكامل حدود التكامل من صفر لواحد طلع بالمقدار ده كله. تمام، اللي هو واحد ناقص خمسة على تلاتة زائد الواحد ناقص واحد على خمسة، اللي هو طلع لي في الآخر باتنين على خمستاشر رو في اليو سكوير في دي دلتا باي دي اكس. هنبدأ نطير بقى أرقام مع بعضها، الاتنين تطير مع الاتنين، يو من هنا تطير مع يو من هنا، وأبدأ
اضرب طرفين في وسطين بحيث ان انا اجيب الدلتا والدي دلتا في طرف والاكسات كلها في طرف، يطلع عندي ان تكامل الدلتا دي دلتا بتساوي تكامل 15 ميو على الرو دي اكس. ابدا اكامل الطرفين تطلع دلتا سكوير على الاتنين بتساوي 15 ميو في اكس على الرو في اليو زائد كونستانت. ودي المعادله اللي انا هجيب منها الباوندر لاير سيكنس. الكونستانت ده بقى اجيبه منين؟ قال لي من الباوندري كونديشن. انت عندك فروم باوندري لاير عند الاكس بصفر الدلتا بصفر، تمام. الاكس بصفر ده انت لسه اصلا ما دخلتش على البليت، انت لسه في اول البليت، فما فيش اصلا باوندري لاير سيكنس، فالدلتا بصفر. طب في برضو عندنا باوندري كونديشن، تعال نبص عليها كده عشان لو احتاجناها في المساله، اللي هو عند الواي بصفر. عند الواي بصفر مفيش سرعه، لان احنا قلنا عند الواي بصفر الجرام ملتصقه بالفليت واخده سرعه الفليت، متصله بالبليت واخده سرعه البليت اللي هو كام، اللي هو بصفر. يبقى عند الواي بصفر الايه، اليو بصفر. وعند الواي بدلتا اليو بكابيتال يو او اليو انفينيتي، يكون خلاص اخر الدلتا ديت اللي هي الباوند لير سيكنس. فعند اخر الباوند لير كده بيبقى 99.9% من الايه، من سرعه الفليت، فتقريبا احنا بنسميها ان هي اليو بتساوي اليو كابيتال او اليو انفينيتي. وفي نفس الوقت برضو عند اليو عند الواي بتساوي الدلتا البارشال يو باي بارشال واي بيساوي الصفر، لان خلاص السرعه بقت ثابته مش متغيره، فتفاضلها هيكون بصفر. دول لو احتاجناهم برضو ايه في المساله. هنرجع بس اللي احنا ما بدنا بنحله، عايزين نحسب الكونستانت. قلنا خلاص يبقى عند الاكس دي بصفر الدلتا دي بصفر، عوض يطلع ان الكونستانت ده بصفر، يطلع لي في الاخر ان الدلتا سكوير بتساوي 30 في الميو اكس على الرو في اليو. هفك السكوير ده هخليها الدلتا، يبقى الدلتا هتساوي جذر 30 ميو اكس على الرو في اليو. ابدا اظبطها عشان نحاول نطلعها شكل المعادلات اللي في الجدول ديت، هخليها كده بالشكل ده. انا عندي الرو في اليو في الاكس على الميو، دي بيرنولدز نمبر عند الاكس، فهو ضرب هنا في المقام في اكس وبالبسط في اكس عشان يخليها الرو في اليو في الاكس فوق اكس سكوير، ويقسم تحت على الميو يديني جذر رينولدز نمبر عند الاكس، وجذر الاكس سكوير يطلعها بره بالاكس، وجذر ال 30 5.48. يطلع معايا ان الدلتا على الاكس بتساوي 5.48 على جذر رينولدز نمبر عند الاكس زي ما موجوده في الجدول بالظبط. يبقى كده انا جبت الباوندري لير سيكنس، ده اول مطلوب عندي. ثاني مطلوب عندي عايز الشير ستريس. طب ما احنا اصلا حسبنا الشير ستريس مرتين، مره من القانون العادي ومره من الفون كارمل، من فون كارمل ايكويشن. من القانون العادي كان طلع معايا في الاخر اللي هو 2 ميو في اليو على الدلتا، هقول له خلاص انا كنت حاسبه اصلا 2 ميو في اليو على الدلتا، بس انا هشيل الدلتا دي واحط المقدار بتاعها اللي هو 5.48 في اكس في جذر رينولدز نمبر عند الاكس. اخد المقدار ده كله واحطه هنا واطلع معادله للشير ستريس اللي هتطلع 0.365 في الميو في اليو على الاكس في جذر رينولدز نمبر عند الاكس اللي هي بالشكل ده. في حاجة بس عايز اقول لكم عليها، ان انا عندي سواء في اللامينر او في التيربلنت باوندر لير، سواء اي فيلوسيتي بروفايل، قانون التاو ستريس ثابت نص رو يو سكوير في السي اف، القانون ده هتلاقوه ثابت اهو، فده برضو القانون ده محفوظ معانا. والدراج فورس برضو محفوظة، نص رو في اليو سكوير في الاي في السي دي، تمام. فالقانونين دول برضو محفوظين، هيبانوا معانا في المسائل دلوقتي. فكده خلاص انا جبت تاني مطلوب عندي اللي هو الشير ستريس، طلع بالرقم ده. قال لي احسب لي اللوكال كوفيشنت اوف دراج اللي هو السي السي اف. طب ماشي، طب ما انا عارف اصلا ان التي التاو ديت هي عباره عن السي اف في الرو في الفي سكوير على الاثنين، ده برضو محفوظ. يبقى انا عندي السي اف بتساوي 2 في التاو على الرو في اليو سكوير. اخد التاو اللي انا لسه جايبه ده واحطه في المعادله ديت، واقعد اخلص المعادله في الاخر، يطلع معايا ان السي اف يطلع بصفر علامه 7.3 على الجذر رينولدز نمبر عند الاكس، القيم اللي هي موجوده في الجدول اصلا، تمام. بعد كده اخر حاجه عندي الكوفيشنت اوف الدراج او الدراج كوفيشنت، لسه قايلين القانون بتاعه، الدراج فورس الاف دي بتساوي نص سي دي في الرو اي يو سكوير. يبقى انا عايز السي دي يبقى هتساوي الاف دي على نص رو اي يو سكوير، تمام. انا عندي كل الكلام ده بس معيش الاف دي اللي هو الدراج فورس. قلنا الدراج فورس لو انتوا فاكرين، فين الدراج فورس؟ اهي الدراج فورس عبارة عن تكامل التاو على الاريا، تمام. يبقى انا هكامل من صفر ل ال اللي هو من اول البليت لاخره الطول بتاع البليت، التاو في البي اللي هو السكنس بتاع البليت في الدي اكس، البي ده اللي هو الويتس بتاع البليت اللي هو عرض البليت،
بالنسبة للدي اكس ابدأ اكمل بقى. طب ما انا عندي التاو كنا جايبينه من فوق بصفر علامة 3 5 6 5 في الميو يو على اكس في جذر نونس نمبر عند الاكس، ابدأ احط القيمة ديت في بي دي اكس وابدأ اي اكمل المقدار ده كله بالنسبة لاكس. بعد ما اكمل المقدار ده كله بالنسبة لاكس اعوض بالباوندري كونديشن اللي هو من صفر ال اللي هو طول البليت، يعني يطلع معايا رقم في الاخر اللي هو 0.73 في الميو في اليو في البي في جذر رينولدز نمبر عند ال ال. جذر رينولدز نمبر ده عند ال اللي هو كان رو يو في ال ال على الميو، انما جذر رينولدز نمبر عند الاكس اللي هو الرو يو اكس على الميو. تمام، فاحنا خلاص جبنا الايه الدراج فورس. اخد الدراج فورس دي كلها واروح اقسمها على القانون اللي فوق فين، او نص رو اي يو سكوير، نص رو اي يو سكوير اقسم المقدار ده كله على على المقدار ده يديني الدراج كوفيشنت. ابدا اخلص المعادلات مع بعضها واطير البيهات واليوهات مع بعض، يطلع لي ان الدراج كوفيشنت في الاخر 1.46 على جاز ريلوندس نمبر عند ال ال زي ما موجود معايا في التيبل بالشكل ده كده. وبالمثل في باقي الفلوست بروفايل، يعني احنا لما نحل على الفلوست بروفايل ده لو اداني ده حل بنفس الطريقه، لو اداني ده حل بنفس الطريقه، لو اداني واحد غيرهم احل بنفس الايه الطريقه. ده فيروست بروفايل تاني، مسألة تانية يعني على فيروست بروفايل مختلف بنفس الطريقة ايه هنحل. طيب نيجي بقى على اخر حاجة عندي ال التربلنت باوندر لير، الباوندر لير سوليوشن في حالة التربلنت عن طريق الابروكسيميت سوليوشن. ما عنديش غير فيروست بروفايل واحد اللي هو اليو على الدلتا كل اس ان، كل اس ان، فاحنا عاملين ابروكسيميشن لان ديت بصبح في حالة من 5 في 10 اس 5 لحد 10 في 10 اس 7 الان بسرعه. وهنبدا نحل المساله. يبقى انا عندي فيست بروفايل ان اليو على اليو كابيتال بتساوي اليو على الدلتا الكل اس سبع. بنفس الطريقه وبنفس الخطوات ابدا احل الفيلوست بروفايل اللي مديهولي ده واطلع المطالب اللي عندي. طيب ايه الاختلاف بقى اللي هيفرق من اللامينر والتربلنت؟ تمام، طيب احنا دلوقتي عندنا خلاص قلنا الفيلوست بروفايل دلوقتي الموجود عندي في التربلنت اليو على اليو كابيتال بتساوي الواي على الدلتا كل اس 7، وقلنا ان ده رينولدز نمبر من 5 في 10 اس 5 لحد 10 اس 7. تمام، بنفس الطريقه كنا بنعمل ايه في اللامينر، بيبقى عندي قانونين للشير ستريس بساويهم ببعض اطلع الباوندري لير سيكنس وابدا اكمل حل. الفرق الوحيد بس قانون الشير ستريس، كنا بنقول ان الشير ستريس في حاله اللامينر بيساوي الميو في الدي يو باي دي واي، لا القانون ده بقى هيتغير، هيبقى عندنا قانون جديد في حاله التربنت. التاو في حاله التربنت بيطلع بصفر علامة 2 3 3 في الرو يو سكوير في الميو على الرو يو في الدلتا بكل أس 4. تمام، الرقم ده ممكن برضو تلاقوه 0.225 في بعض المراجع التانية، فعادي يعني شوف الرقم في المحاضرة وحل بيه. فهيبقى عندك ايه القانون ده الجديد، بدل ما كنا بنقول الميو في الديو باي دي واي عند الواي بصفر، لا التاو في حالة التربلنت هيطلع بالرقم ده في اليو سكوير في الرو يو سكوير في الميو على الرو يو دلتا بكل أس ربع. وابدا برضه اجيب فون كارمن ايكويشن اللي هي محفوظه مش هتتغير معايا نفس الكلام زي اللامينر، واشيل اليو على اليو كابيتال واحطها ب الايتا اس 7 اس صبح، ايتا اس صبح احنا قلنا الواي على الدلتا هنشيل نحطها بايتا يبقى الايتا اس الصبح، اشيل اليو على اليو كابيتال واحطها بايتا اس صبح ايتا الصبح، وابدا اكمل تكاملات بنفس الطريقه من صفر لواحد. تمام، واطلع شكل نهائي للمعادله واساوي الطرفين ببعض. بعد ما اساوي الطرفين ببعض واكمل ده الطرف الاولاني، بعد ما كامل واساوي الطرفين ببعض هيطلع في الاخر بعد ما تخلص التكاملات ديت يعني بنفس طريقه اللامينر، يعني هي نفس طريقه حل اللامينر مع اختلاف بس اول قانون اللي هو الشير ستريس ده في اللامينر غير التربلنت. بعد ما اخلص التكاملات هيطلع معايا ان الدلتا على الاكس بتساوي 0.381 على رينولدز نمبر اس 5. تمام كده، بنفس الطريقه اكمل. عايز الشير ستريس، الشير ستريس كان قانونه ايه؟ قانون اللي هو 0.23 في الرو يو سكوير في الميو على الرو في الدلتا كل اس ربع. ابدا اخلص الكلام ده واشيل الدلتا واحطها بالمقدار الجديد اللي انا جبته واطلع علاقه نهائيه لشكل التاو. وبنفس الطريقه برضو عايز السي اف، انا عارف ان التاو بتساوي السي اف في الرو في سكوير على الاثنين، اشيل التاو اللي انا لسه جايبها واحطها واطلع منها السي اف بعد ما اخلص المعادله مع بعضها. وبنفس الطريقه برضو عايز السي دي، اجيب الاول الدراج كوفيشنت عن طريق الدراج فورس عن طريق ان انا بكامل التاو على الاريا كلها اللي هي البي دي اكس وبكامل من صفر ال اللي هو طول البليت. بعد ما اخلص واجيب الدراج فورس ارجع اعوض فيها واجيب الدراج كوفيشنت، نجيب كل المعطيات اللي موجوده في الجدول بالشكل ده كده. يعني طريقه حل التربلنت في الابروكسيميت سوليوشن زي اللامينر مع اختلاف بس قانون الشير ستريس.
وابدا اطلع الكلام ده كله. وكده يبقى احنا خلصنا الجزء الشرح، هنخش بقى على ايه؟ على حل الشيت. طيب نخش كده على اول مسألة، بيقول لي ايه؟ بيقول لي the velocity profile of laminar boundary is in the form given below. ال U على ال U capital بتساوي 2 في ال Y على الدلتا ناقص ال Y على الدلتا كل سكوير، دي اللي احنا لسه حلينها. find the thickness of the boundary layer، عايز الدلتا at the end of the plate and the drag force on side of a plate 1.5 متر long and 1 متر wide طول والعرض when placed in water with a velocity of 12 من 100 متر على الثانية take mu 1 من 1000 نيوتن في السكند على متر سكوير. هننزل بقى كده على اول ايه؟ على اول مسألة. اول مسألة قايل لي ان هي لامينر باوندري لاير، تمام، ومديني الفلوستي بروفايل اليو على اليو كابيتال بتساوي 2 يو على الدلتا ناقص الواي على الدلتا ناقص الواي على الدلتا كل سكوير، وقايل لي ان هي لامينر باوندري لاير، ومديني الطول والعرض وان هي ميه كثافتها 1000 يعني، والسرعة بتاعتها 12 من 100، والميو 1 من 1000 نيوتن في متر على الثانية، وعايز الباوندري لاير سيكنس عند البليت at the end of the plate يعني عند ال L، تمام، عند ال L، وعايز ال drag force عند one side. طيب بنفس الطريقة اللي احنا لسه حالين اصلا ال velocity profile ده، انت بيبقى قدامك حاجة من اتنين، يا اما الدكتور بيجيب لك الجدول ده في الامتحان، مديك ال velocity profile ومديك الحاجة النهائية، فانت هتجيبها من الجدول على طول، يا اما تحلها بالتكاملات زي ما احنا لسه حالين، زي ما احنا والناس شارحين كده بالظبط. فهو عندك حلين، يا اما الجدول يبقى جيفن، يا اما انت هتحل بالتكاملات. سواء جيفن او هتحل بالتكاملات ماشي، يبقى عن طريق الكلام اللي احنا لسه شارحينه، الفلوست بروفايل ده احنا لسه دارسينه حالا، لسه المساله احنا لسه حالينها، طلعنا في الاخر ان الدلتا على الاكس بتساوي 5.48 على جذر رينولدز نمبر عند الاكس، تمام. هو قال لك انا عايز الايه؟ عايز الدلتا ديت عند ال، يبقى دي رينولدز نمبر تبقى عند ال، والاكس ديت تبقى ال. اول حاجه نحسب الريندوس نمبر عند ال ال، يبقى الرو يو ال على الميو، معايا الرو ب 1000، معايا اليو ب 12 من 100، معايا ال ال ب 1.5 متر ماشي، ومعايا الميو. احسب الريندوس نمبر واحسب الايه؟ الباوندري سيكونس عند ال ال، هشيل الاكس دي واحطها ال اللي هي ب ال ب 1.5، اعوض بالمقدار ده كله، واطلع ان الباوندري سيكونس عند نهايه البليت ب 19 من 1000 متر، تمام. ايه الحاجه الثانيه اللي هو عايز الدراج فورس. احنا عارفين ان الدراج فورس بتساوي نص رو ايه؟ نص رو ايه يو سكوير في السي دي. انا عندي الرو وعندي اليو وعندي الاريا اللي هي الطول في العرض، ما عنديش السي دي. برضه نفس الكلام، السي دي يا اما اجيبها من خطوات التكامل، يا اما لو مديني الجدول ده جيفن اروح رايح على الفلوست بروفايل بتاعه واروح نازل على السي دي جايب القانون بتاعه اللي هو 1.46 على جذر رينولدز نمبر عند ال ال. انا عندي رينولدز نمبر عند ال ال ب 1.8 × 10^5، احط واعوض واجيب السي دي اللي هو 0.0034، اخد القيمه ديت واروح معوض في الدراج فورس بنص رو يو نص رو يو سكوير في الايه؟ في السي دي، يطلع معايا الدراج فورس بصفر علامه 3 صفر علامه 0.372 نيوتن. ودي كده اول مساله. طيب نخش بقى على تاني مساله، بيقول لي اير از فلوينج اوفر ا سموث فلات بليت with a velocity 12 متر على الثانية. The velocity profile is in the form U على U capital بتساوي 2 في الواي على الدلتا ناقص الواي على الدلتا كل سكوير. The length of the plate 1.1 متر and width 9.1 متر. If the laminar boundary layer exists up to value Reynolds number critical REC 2 × 10^5. بيقول لي ان هو لا يعني هي عليها laminar boundary layer لحد Reynolds number 2 × 10^5. and kinematic viscosity نيو 15 من 100 ستوك. find the maximum distance from the leading edge up to which laminar boundary layer exist. يعني عايز المسافة لحد نهاية الباوندري layer اللي هو لحد ما توصل ل 2 × 10^5. and the maximum thickness of the boundary layer والثيكنس بتاع الباوندري layer عند المسافة دي. طيب تعالوا نشوف كده، هو مديني ايه؟ هو مديني الفلوست بروفايل اليو على اليو كابيتال بتساوي 2 في الواي على الدلتا ناقص الواي على الدلتا كل سكوير، وقال لي ان هو اير والسرعه بتاعته يو ب 12، واللينس بتاع البليت 1.1 متر على الثانيه، والويتس ب 9 متر. الريندوس نمبر كريتيكال 2 × 10^5، ده اللي هو نهايه الباوندر لاير اللي هو اللامينر باوندر لاير يعني.
ومديني الكيناماتيك فيسكوستي النيو 15 من 100 ستوك، اللي هي مضربة في 10^4 تحول لإيه متر سكوير على السكند. عايز إيه؟ كان بيقول لي عايز الماكسيمم ديستانس فروم ذا ليدنج ايدج في اب تو ويتش لامينار باوندري اكزيست، يعني عايز المسافة لحد نهاية الباوندري لاير. تمام، يبقى هو عايز الاكس كريتيكال. جميل. طب ما انا عندي الفلوستي بروفايل ده، انا ما عنديش حاجه غير الحاجتين، يا اما الجدول يا اما اكامل. فتعالوا نشوف الجدول كده بيقول ايه عند الفلوستي بروفايل. مديني بيقول ان الدلتا على الاكس بتساوي 5.48 على جذر النودس نمبر عند الاكس. تمام، يبقى انا عندي الدلتا على الاكس بتساوي 5.48 على جذر النودس نمبر عند الاكس. تمام، هو بقى عايز الاكس كريتيكال اللي هو بيبقى نهايه اللامينار عندها. تمام، ما الاكس كريتيكال ديت هتحصل عند رينولدز نمبر كريتيكال اللي هو مدولي اللي هو 2 في 10 أس 5، يعني رينولدز نمبر كريتيكال بتساوي اليو في الاكس كريتيكال على النيو. تمام، طب ما انا عندي اليو بكام؟ عندي اليو ب 12، والاكس كريتيكال دي انا عايزها، والنيو عندي ب 15 من 100 في 10 أس 4، والرينولدز نمبر كريتيكال هو مدهولي ب 2 في 10 أس 5. اعوض في الكلام ده اجيب الاكس كريتيكال، يبقى الاكس كريتيكال 25 من 100 متر، يبقى بعد ربع متر اللامينار باوند لير هتنتهي وتبدا بقى تخش في الترانزيشن او التيربنت. يبقى انا جبت كده الاكس كريتيكال، ده اول مطلوب عندي. طب هو قال لي احسب لي الماكسيمم سيكنس اوف الباوند لير. تمام، ما الماكسيمم سيكنس بتاع اللامينار باوند لير هتحصل عند الاكس كريتيكال، يبقى انا هاخد القانون ده واشيل الاكس واحط اكس كريتيكال، واشيل الريلوندوس نمبر اكس واحط الريلوندوس نمبر كريتيكال اللي هي بكام؟ 2 في 10 اس 5. اعوض بالدقيقة 2 في 10 اس 5 واعوض بالاكس ديت اللي انا لسه جايبها 25 من 100 متر، اروح جايب الماكسيمم باوند اللي هي سيكنس اللي هتطلع 31 من 10000 متر. ودي كده مسألة رقم 2. نخش بعد كده على المسألة رقم 3. بيقول لي ابليت اوف لينس 750 ملي متر ويتس 250 ملي متر هاز بين بليزد لونجيتيودنالي ان استريم اوف كرود اويل ويتش فلوز with a velocity of 5 متر على الثانية. If the oil has a specific gravity 8/10 and a kinematic viscosity 1 ستوك، calculate the bound layer thickness at the middle of the plate وشيل stress at the middle of the plate and the friction drag on side on one side of the plate. طيب حلو ماشي، هو دلوقتي مش مديني velocity profile، اعمل ايه؟ كانت الحالة الوحيدة اللي ما بيدينيش فيها velocity profile كانت البلاوزي سوليوشن، الاكزاكت سوليوشن لو انتوا فاكرين الاكزاكت سوليوشن ما كانش فيه بقى في فلوس بروفايل. تمام، فكنا بنحفظ حافظين القوانين دي وبنطبق بيها، بس عشان احل بالبلاوزي سوليوشن لازم اتاكد الاول ان هو لامينر. تمام، يبقى نيجي على مساله رقم 3. نحط الاول الجيفن، مديني اللينس 75 من 100 متر، الويتس 25 من 100 متر، كرود اويل الفلوستي 5 متر على الثانيه، سبيسيفيك جرافيتي 8/10، يبقى اذا الرو بتاعت الكرود اويل 800، هضرب دي في 1000، هضرب السبيسيفيك جرافيتي في الرو بتاعت الوتر اللي ب 1000 يديني الرو بتاعت الكورد اويل، ومديني النيو بواحد السوك 10 اس 4 متر على الثانيه، وعايز عايز الباوند لير سيكنس عند الميدل اوف ذا بليت اللي هو ال على 2، والشيل ستريس عند الميدل اوف ذا بليت ال على 2، والفريكشن او الدراج فريكشن كوفيشنت او الدراج فورس الاف دي او السي دي. تمام، طيب اول حاجه قلنا انا ما عنديش بوست بروفايل، اول حاجه تشيك هو لامينر ولا تيربلنت. فهنحسب الرينولدز نمبر عند الميدل اوف ذا بليت، لان اول مطلوبين عايزهم بالنسبه للميدل اوف ذا بليت. الرينولدز نمبر بيساوي ايه؟ السرعه في المسافه على الكيناماتيك فيسكوستي. تمام، يبقى اليو في المسافه اللي هي ال على الاثنين على النيو، معايا اليو ب 5 والال على الاثنين 75 من 100 على الاثنين، والنيو ب 10 اس 4 طلع ب 18750 اللي هي اقل من 5 في 10 أس 5 بالنسبه للفلاب بليت اللي قلناها في اول سيكشن. بما انها اقل يبقى اذا لامينر، ما دام لامينر يبقى استخدم البلاوزر سوليوشن في حاله عدم وجود فيلوستي بروفايل. ما دام ما ادانيش فيلوستي بروفايل يبقى احل اكزاكت سوليوشن عن طريق البلاوزر سوليوشن او البلاوزر ريليشنز. تمام، فالمفروض ان الريليشنز ديت محفوظه. هنرجع فوق نجيب الدلتا على الاكس بتساوي 5 على جذر النودس نمبر عند الاكس، بس هنشيل الاكس دي ونحطها ال على الاثنين لان هو عايزها عند الميدل، عايز الدلتا عند الميدل، وهنشيل الريلوندوس نمبر ونحط بريلوندوس نمبر بدل اكس يبقى ال على الاثنين. الريلوندوس نمبر ال على الاثنين اوريدي حسبناه ب 18750، هنشيل الاكس ونحطها ب 75 من 100 على الاثنين، نحسب الدلتا عند الميدل اوف ذا بليت تطلع ب 14 من 1000 متر. وده كده اول مطلوب، اول مطلوب اللي هو الدلتا عند الميدل اوف ذا بليت. تاني مطلوب الشير ستريس على الميدل اوف ذا بليت،
هنطلع برضو على القوانين بتاعت البلاوزس. عاوز قانون الشير ستريس اهو، السي اف بتساوي صفر وعلامة ستة ستة خمسة ستة ستة أربعة على جذر رينولدز نمبر عند الإكس بتساوي التاو التاو دبليو على نص رو يو سكوير. يبقى أنا عايز أجيب الشير ستريس، هضرب نص رو يو سكوير في صفر علامة ستة ستة أربعة على جذر رينولدز نمبر على الإكس، فينزل تحت كده طرفين متوسطين، أدي الريليشن اهيت، صفر علامة ستة ستة أربعة على جذر رينولدز نمبر عند الإكس بتساوي التاو دبليو على نص رو يو سكوير. معايا الكلام ده كله، الريندوس نمبر لسه حاسبه ب 18950، معايا الروب 800، معايا اليوب 5، اضرب طرفين في وسطين، هجيب الشير ستريس عند الميدل اوف ذا بليت. طيب نرجع بقى كده، هو عايز الدراج كوفيشنت او الدراج فورس. انا عندي الدراج فورس لو انتوا فاكرين في البلاوز سوليوشن كانت بتبقى على طول البليت، يعني لو رجعنا للقوانين كده البلاوز سوليوشن كان دي بتبقى على ال على طول البليت مش عند بوينت معينه. يبقى انا لو كنت عمال احسبه في A و B، في المطلوب A و B، المطلوب A و B كان على الميدل اوف ذا بليت، انما دي مش هينفع ميدل اوف ذا بليت، دي بتحسب على البليت كله، على البليت كله. فعشان احسبها على البليت كله لازم بالبلاوز سوليوشن لازم اتاكد ان البليت كله لامينر، ما يمكن في حته تربلت. فهرجع احسب تاني الريندوس نمبر، بس بدل ما كنت بحسبه في الميدل اوف ذا بليت احسبه على البليت كله. يبقى هرجع احسب تاني الريندوس نمبر على البليت كله، هلاقي انه طلع 37500، برضه ستيل لسه اقل من 5 في 10 اس 5، يعني لامينار باوند نير. يبقى اقدر احل بقوانين البلاوز سوليوشن اللي هي السي دي بتساوي 1.328 على الجذر نودوس نمبر اللي انا لسه حاسبه. خلاص جبت السي دي اللي هو الدراج كوفيشنت ب 6 علامه 86 من 100 في 10 اس 3. ارجع احسب بقى الدراج فورس اللي هو نص الرو في الاي في اليو سكوير في السي دي، معايا الرو 800 واليو ب 5 تربيع 25 والاريا اللي هي الطول في العرض 75% 25%، ومعايا السي دي الرقم اللي انا لسه جايبه، اطلع الدراج فورس ب 12.858 نيوتن. دي كده مسألة رقم 3. نخش بقى على اخر مسألة، مسألة رقم 4. اير فلوز اوفر ابليت 5.10 متر لونج اند 6.10 متر وايد ويز افلوستي اوف 4 متر على الثانية. The velocity profile is in the form ال U على U capital sin باي على الاتنين واي على الدلتا. F الرو بتساوي 1.24 كيلوجرام على متر تكعيب and نيو 15% في 10 أس 4 متر سكوير على السكند. Calculate boundary layer thickness at the end of the plate. Shear stress at 250 mm from the leading edge and the drag force on one side of the plate. تمام، هو اداني كده الفلوست بروفايل ومديني شويه المعلومات الجيفن دي، بس اللي قال لي هل هو معلش هو لامينر ولا تيربلنت. يعني في المساله رقم واحد واتنين كان بيقول لي لامينر، لامينر باوندري لاير، لامينر باوندري لاير. هنا ما ادانيش الفلوست بروفايل، هنا اداني الفلوست بروفايل بس معلش هو لامينر ولا تيربلنت. فاحنا هنحط الجيفن كده، اللينس بنص متر، الويتس 6.10 متر، اليوب 4 متر على الثانيه، وادي الفلوست بروفايل، والروب 1.24 والنيوب 15% في 10 اس 4 متر على الثانيه. وعايز الباوندر لاير ات ذا اند اوف ذا بليت، والشير ستريس على بعد 250 ملم من الليدنج ايدج، والدراج فورس. تمام، اول حاجه الاول اشوف هو لامينر ولا تيربلنت، يبقى اجيب الرينولدز نمبر. يبقى الرينولدز نمبر على طول البليت يو في ال على النيو، عندي اليو ب 4 متر على الثانيه والال بنص متر والنيو ب 15% في 10 اس 4، طلع ب 1.3 في 10 اس 5 اللي هو اقل من 5 في 10 اس 5. يبقى اذا انا بتكلم في اللامينر فلو، ما دام لامينر فلو مديني فلوس بروفايل يبقى انا هستخدم الابروكسيميت سوليوشن. هنحل يا اما بطريقه يا اما بطريقتين، يا اما بالتكامل يا اما بالجدول، الاثنين واحد. هنرجع للجدول نجيب القيم على طول، ده الفلوست بروفايل اللي مديهولي. يبقى انا عندي الدلتا على الاكس بتساوي 4.795 على جذر نيوتن ديسمبر على الاكس الى اخره. هناخد الصف بتاع الايه بتاع الفلوست بروفايل ده، ننزل على المساله. يبقى انا عندي الدلتا على الاكس بتساوي 4.795 على جذر نيوتن ديسمبر عند الاكس، هو عايز الدلتا عند ال ال، يبقى اعوض بالرينولدز نمبر عند ال ال اللي انا لسه جايبه 1.3 في 10 اس 5 واشيل الاكس واحطها بال اللي هو بنص متر، اروح جايب الدلتا عند ال ال بصفر علامه 0.006 متر. يبقى كده جبت اول مطلوب عندي اللي هو الباوندري لاير سيكنس ات ذا اند اوف ذا بليت. تاني مطلوب عندي كان اللي هو الشير ستريس ات 250 ملم فروم ذا ليدنج ايدج. نشوف الاول ايه قانون الشير ستريس. الشير ستريس عندي اللي هو السي اف بيساوي صفر علامه 654
على جذر رينولدس عن الاكس بيساوي التاو دبليو على نص الرو يو سكوير. هو عايز الشير ستريس ده لما تكون الاكس ب 25 من 100 متر، يبقى هاخد الاكس دي واعوض في الرينولدس نمبر عند اللي هو اكس يو في اكس على النيو، بس اعوض الاكس باللي هو 250 ملم اللي هو 25 من 100 متر. اجيب الرينولدس نمبر عندها طلع ب 67 من 100 في 10 اس 5، اروح واخد الرقم ده وراجع معوض في المعادله ديت، جايب الشير ستريس عند 250 ملم هيطلع ب 25 من 1000 باسكال، وده كده المطلوب رقم 2. اخر مطلوب عندي اللي هو الدراج فورس اون وان سايد اوف ذا بليت. هرجع برضو للجدول، اجيب عندي السي دي بيساوي 1.31 على جذر رينولدس نمبر عند ال ال، معايا الرقم ده خلاص حاسبه من اول المساله. هجيب السي دي، عايز الدراج فورس يبقى نص الرو في اليو سكوير في الاي في السي دي. الرو عندي 1.24 من 100، اليو 4 سكوير يبقى 16، والاريا الطول في العرض نص في 6 من 10، والسي دي لسه حاسبينه 36 من 10 تلاف. اجيب الدراج فورس ب 11 من 1000 نيوتن.